في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، نشهد اليوم توقيع جيل جديد من عقود البرامج الفترة ديال 2023-2030، واللي كتهدف إلى مواصلة التطوير وتنمية مختلف السلاسل الإنتاجية بغلاف مالي إجمالي يفوق 110 مليار ديال الدرهم، منها أزيد من 42 مليار ديال الدرهم كمساهمة من الدولة، بينما تشكل مساهمة المهنيين ما يناهز 47% ونسبة التحفيزات 37%. ويقوم هذا الإطار التعاقدي اعتماد منهجية جديدة تقوم على تعزيز هيكلة وحكامة الهيئة المهنية وتحسين فعاليتها، إضافة إلى وضع آليات لتتبع الإنجاز وتقييمه، مما سيساهم بلا شك في تحسين البيئة المهنية وظروف الإنتاج والتثمين. ونتوخى من خلال هذه العقود وضع العنصر البشري في صلب الاهتمامات من خلال المساهمة في تعميم التغطية الصحية لفائدة الفلاحين ومواكبة الشباب وحاملي المشاريع، التشجيع على الاستثمار الخاص من مختلف حلقات السلسلة إذ تبلغ التحفيزات التي تمنعه عبر صندوق التنمية الفلاحية ما يناهز 81% من مجموع مساهمات الوزارة الوصية. كذلك تعزيز تنمية سلاسل الإنتاج الفلاحية عبر استهداف عالية السلاسل وإعادة توزيع الجهود على مستوى سافلة السلسلة قصد الحفاظ على الجهود الاستثمارية وترشيد الإعانات. تعزيز تتميم المنتوجات الفلاحية وتحسين جودتها وملائمتها مع التوجهات الفلاحية والتكنولوجية في طريق الابتكار والبحث عن التنمية. الاستثمار في النجاعة المائية من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية، إذ أن أزيد من 27% من التحفيزات هي موجهة لتمويل التقنيات المقتصدة لمياه الري. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.